طيب مستخبية فين؟ انتي اكيد هنا في حتة. انا كنت عايز مية، بس لو كنت عند النهر. بص على المكان. دي أثرها أكيد، ده من المكان اللي بتاخد منه مية. بتيجي كل يوم علشان المية صح؟ تتحركي بحذر وتتحركي قليل. برافو عليكي. بنت ذكية، بتبعد عن الطريق، بتخرج بس بالليل. المسوخ بره لكن صعب يشوفوها. ممزقين سفلة، محدش هيخرج من هنا حي. أنا شفت حد. أنا سمعت حاجة. امشي ورا الطريق. روح ناحيته. انا هرجع، احميني. خبر، حط ذخيرة. انا هنساهم. خلي بالك. ذخيرة أكتر. Thank you.
اتعلم كل يوم حاجة جديدة. طيب مش هتحتاجهم معاك. أنا شفت التايهين. إيه المشكلة؟ شوف لك ساتر. أنت على الطريق. أنت شايفه؟ البيت مقفول، هتدخل وتخرج ازاي؟
السلم هو ده. يا الله، انا بس هقعد هنا. تمام يا بنت، مستخبية فين؟ ما تخافيش. انا مش هأذيكي. انت لوحدك؟ هو في حد معاكي؟ اوه يا خبر. طيب هي دي اوضتك؟ دي حلوه قوي. هي دي حاجتك؟ لا ليسا، ده بتاعي. أنا كسبته في الجمباز. كنت هكسب المركز الأول لولا ميسي كينج. ليسا ليسا، سمع ضرب النار برا؟ المكان مش أمان هنا. كنت طب لو... في المدرسة وماما كلمتني وقالت لي أرجع البيت وما تأخرش، وإنهم هيكونوا مستنيني وإننا هنمشي من هنا. لما وصلت لقيت رسالة بتقول إنهم مشيوا مع ناس كده، ومعرفتش أعمل إيه، فاستخبيت ومعرفتش أعمل إيه. خلاص ما تقلقيش، عادي. ليسا اسمعيني، في معسكر مش بعيد عن هنا وممكن اخدك معايا هناك. لا، لا. في بشر هناك، بشر اعرفهم. هو مش هضحك عليكي، هو معسكر عمال، اكل وشغل، والحياه هناك هتكون صعبه. إيه؟ بس على الاقل مش هتجوعي. لا لا، ماما هتيجي. طيب عشاني. هي دي مامتك؟ قلت انها ما رجعتش صح؟ يعني ممكن تكون في المعسكر. ماما في المعسكر؟ أيوة أنا عارفة ده. طيب خليكي قريبة. الرجالة اللي بنادق هما لسه برا؟ لا مفيش داعي للكلام. انت أخدتهم؟ خلاص مشي. طيب لا لا، في مرضى كتير. Come on.
مستخبي. مش المفروض نكون برا هنا. لازم اتصرف. يلا بينا. لحمة طازة. هولا خلي بالك. يلا اركبي، لازم نتحرك. ما عرفش حاجة عن الموضوع. لا يا بنت، لازم نتحرك. طيب. استنى، اسمك ايه؟ ديكن. اسمي ديكن. ليسا. ليسا، ازاي عشت هنا لوحدك كل الوقت ده؟ بابا بيهوى جمع الصخور، كان متعود ياخدني ندور على حجر الرعد. حجر الرعد؟ ايه ده؟ دي صخور بس لما تفتحها هتلاقيها جميله قوي من جوه. تمام، ده شكله شيء هايل. كنا بنروح في كل حته، فتحه بركان بالناب وطريق لافا فلو وبلاك كريتر، كل حته. تفتكر هو موجود فعلا في المعسكر؟ مش عارف يا بنتي. في حد في النفق؟ ايه؟ هنا، انزلي. بنعمل ايه؟ اسمعيني، ضرب النار اللي سمعتيه كانوا ناس وحشين جدا، انت فهماني؟ اقدر استعمل ده.
خليكي هنا واستخبي، ما تخرجيش الا لما اقولك. ماشي؟ ايوه مسكتك. ايوه انزلوا يا دي القرف بتسبب. دول ماتوا ماتوا. ليسا يا بنتي يلا اخرجي، الدار امان. ايوه ده هيساعد. كويس خردة. انت كويسة؟ عايزة بس اروح البيت. لا يا بنتي هتكوني في امان هناك، هتشوفي. تمام. هسألك سؤال يا ليسا وعايزك فكري براحتك. جيرانك في حد منهم عنده أسلحة؟ زي مثلا مسدسات أو بنادق أو حاجة زي دي؟ لا، الرجالة جم وخدوا كل حاجة. رجالة؟ كانوا شبه الرجالة اللي في النفق ولا كانوا لابسين لبس موحد مثلا زي اللبس العسكري؟ زي الهدوم العسكرية بس كانت متوسخة، وكانوا شايلين أعلام هما اللي عاملينها. أعتقد كانوا من مسلحين دستشوتس، مش فاكرة. معاهم أشخاص هناك؟ ستات أو أطفال؟ أنا مش فاكرة. تمام. تومي ممكن يفتكر. تومي؟ تومي ستريكلاند زميلي المفضل، بس هو اختفى، راح استخبى هو وباباه. استخبوا؟ أنا بابا بنى ملجأ ضد الانفجارات النووية وزوده بكل حاجة، الخرايط والأكل والمية والمسدسات وحاجات زي كده. تمام. عارفة مكانه؟ طيب كانوا عايزيني أجي معاهم، بس أنا كنت عارفة أن بابا وماما هيرجعوا عشاني. البوابة. تمام، هو ده وصلنا. عايزك تخليكي معايا. انا شفته قبل كده. تمام. عندنا مين هنا؟ استاذة تاكر. يا خبر. ليسا حبيبتي. ما تخافيش، انت في امان. ماما وبابا كلهم تعبوا، ما عرفتش اعمل ايه، ورجاله جت والناس تعبت. ما تقلقيش، انتي دلوقتي في امان. دي معجزه، معجزه حلوه قوي. كنا جيران صح يا ليسا؟ كنت عايشه في الحي نفسه، كنت عارفه اهلها. هما هنا يا استاذه تاكر؟
حبيبتي انت عارفة إجابة ده. لا، هما مش هنا. يلا ندخل وننظف هدومك ونحضر الأكل ونشوف لك مكان عشان تباتي فيه. خدها جوه وديلها أكل. روح شوف ألكاي وأنا هجدد عملاتك النهاردة. ثانية اسمعي، هي شافت كتير فلو ممكن يعني خليني أفكر أنا إزاي. لا أنت اسمعيني بجد، مش عايزك تتعبيها بالشغل ده. ما تقوليش إزاي أمشي معسكري. عاوز تعيش هنا أو تساعدنا في المعسكر؟ وقتها بس هسمع رأيك. ما تبقاش طيب كده يا ديك.